الموسيقى تدفعنا إلى الأمام، الموسيقى تحفزنا على التفاؤل، تغسل همومنا. الموسيقى تشايكوفسكي عندما كان في قمة ألمه، بيتهوفن عندما كان في قمة ألمه كان يعزف، كان يؤلف، كان يسمع الآخرين حتى لو لم يكن يسمع ما يعزف. الموسيقى علاج بكل ما في الكلمة من معنى، ونحن اليوم بحاجة للموسيقى، بحاجة للفن الراقي أكثر من أي وقت مضى. والثقافة هي يعني خشبة الخلاص في كثير من الأوقات. أتمنى لهؤلاء الطلاب المتميزين بكل ما في الكلمة من معنى، الأكاديميين في أدائهم الفني، أتمنى لهم مستقبلا باهرا أن يثبتوا أنفسهم في وطنهم. نحن الطلاب اليوم دفعة 2020، خريجين 2020، قضوا خمس سنوات من العمل الموسيقي ومن التعاطي مع الموسيقى الأكاديمية الجادة، والهدف الأساسي والرسالة اللي هن قدروا ياخدوها خلال الخمس سنوات هي الحفاظ على التراث الموسيقي السوري ووضعه على خارطة التراث العالمي وتقديمه بالطريقة اللائقة وبالطريقة الأكاديمية الجيدة. وهذا الشيء كان مهم جدا، لأنه الموسيقى هي شيء بيعبر عن شخصية وعن أخلاق وعن ثقافة البلد التي تنتمي إليه. هذا الشيء بيترجم من خلال موسيقى، فيجب أنه نعرف كيف نترجمه وكيف نقدمه. رغم هالسنين اللي مرقنا فيها طلع معنا هيك شباب فعلا بتوعد بأنه نحن استاتنا منتجين رغم كل الظروف اللي عم توقف عائق لحتى نوقف إنتاج هاي الطاقات، بس يعني هيك بس شوفي هالشباب، شوفي إبداعهم، شوفي احترافهم، فهذا شيء أكيد بيريحك وبيخليكي كتير تتأملي خير لبعدين.